هنشوف مع بعض الالترا الواحد وثمانية من عشرة او الانجليش كيك زي ما بنقول. عندنا ما شاء الله العمق بتاعه كويس جدا، يعني ده يكفي معايا 4 افراد، لان العمق بتاعه زي ما احنا شايفين اهو، لو باين معانا في الصورة بس الاضاءة مش موضحة قوي. تمام، نيجي بعد كده هنعمل رز معمر. انا هنعمل 2 مع بعض النهاردة، غسلته في واحد، وهنشوف بقى المقدار نقسمه هنا وهنا. كده المقدار بتاعنا نشوف كده بالتقريب، يعني ممكن ناخد المستوى النص تقريبا، انا واخده اقل من النص لان عامله يعني ما شاء الله 2، فمش عايزه ازود عن كده يعني. تمام، لكن هو ممكن ياخد اعلى حاجه بسيطه من كده يعني. تمام، هنيجي بعد كده نجيب اللبن. اللبن معانا برده اهو، نشوف الشفشق بتاعنا الدورة الاكسبريس، واخد 2 كيلو للفوهه اهو، يعني نشوف وصل هنا معانا اهو. يلا نشوف ال2 كيلو هياخدوا معانا قد ايه. وهنا كمان هشوف برضو معاكم اللبن هيكون هنحتاج لبن زيادة او مش هنحتاج. نجيب معلقة الليمونة اهو. تمام، انا شايفة بالمعلقة ان هو محتاج كده حاجة بسيطة، نجيب حاجة بسيطة ازود المعيار عندي لعند ما وصل هنا للمعلقة زي ما انا متعودة. في ناس تانية بتحب ان هي تعاير المعيار بتاعها هيكون ازاي، هيكون كل معيار رز وقباله معيارين لبن. تمام، انا كده هجيب بعد كده اهو الملح معايا، احط الملح اهي، شوف دي اهي، هحط مقدار واحد، معلقة واحدة مش هزود اهي، كده معلقة هنا، كده معلقة هنا، انا حابة ازود نص. تمام، نص نص هنا ونص هنا، بحيث ان نكون معلقة ونص اهي. تمام، نجربها برضو عشان الناس اللي مش عارفاها، هي معدولة معايا. هتنزل كده معلقة. تمام، عدلتها تاني، نزلت كده تاني معلقة. تمام، مش هتنزل اكتر من كده، لو انا اهو حاولت افضي كده مش هتنزل تاني معايا. تمام، ناخد بعد كده بنقلب بقى الرز، نقلب الملح كويس بحيث ان الملح يكون معانا كويس اهو. وهنا كمان نفس الكلام، تمام. بالنسبه بقى للزبده والدهون هنحط براحتنا، لان هتكون الدهون معانا. انا بحب احط الزبده، تمام، انا بحب احط زبده، يعني احط زبده كتير، لان احنا مش هنحط عليها قشطه، انا مش ما عنديش قشطه، فمش هحط عليها قشطه. احط هنا معلقه وهنا كمان معلقه والنص. انا بحب ازود شويه بس ايه، يعني عشان برضو ما تكونش كتير او زياده عن اللزوم. احط هنا كمان نص، وهنا كمان بيدي كده يبقى نص. تمام، زودت هنا معلقه ونص وهنا معلقه ونص، وتمام. وعلى الفرن بقى نحطها على الشبكه، وما تطلع ان شاء الله نشوفها مع بعض. الناس اللي بتقول ان الدهون المباشره او الدهون اللي مش مباشره، عايزه اقول لكم ان الدهون المباشره دي بتكون انا حطيت دهون مباشره، يعني جبت سمنه وقدحتها تمام على النار، او سخنتها وحطيتها في الالترا، دي بيكون دهون مباشره. اما انا حاطه هنا دهون، دي مش دهون مباشره خالص، دي دهون عاديه. تمام، دهون داخل الاكل عادي، عايزه تحطي قشطه، عايزه تحطي زيت، عايزه تحطي اي حاجه انت بتحبيها، ما دامت هي مش مقدوحه ومحطوطه دهون مباشره معانا في الالترا بقى تمام ان شاء الله، وما تقلقيش عليها. نحطها بقى على الشبكه ونشوف على درجه حراره 220، ونوطيها بعد ما ايه ما الفرن اتقدح معانا. هي لسه في الفرن على الشبكه اهي، هتطلع ان شاء الله، تطلع ان شاء الله. صورها ده شكلهم بعد ما استوى اهي، بواحده وادي التانية ما شاء الله، يعني الوش بتاعها كمان اهو قريب.